بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن من تبعه من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ذكرنا في الحلقه الماضيه ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا قرابته عشيرته الاقربين كما ذكر الله عز وجل وهم بنو هاشم بينما قبائل قريش ليست عشيرته الأقربين هي قبيلة قبيلته العامة يعني ف وأنه ليس صحيحا أنه دعا من فوق جبل أبي قبيس وإنما هذه هي نتيجة لتشتيت الرواية الخاصة بالأقربين التي وردت كما قلت من ستة عشر إسنادا ولعل الله ييسر لنا إخراجها في كتاب وذكرنا بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو الاقوام في منتدياتهم في مجالسهم وهذه هي الحكمه والنبي عليه الصلاه والسلام من صفاته انه يعلم الناس او يعلمهم الكتاب والحكمه وانت بنفسك ايها الداعيه او ايها الباحث عندما ترسل الى قوم بالتاكيد لا تصعد الى اعلى مكان وتنادي في الناس من الطبيعه انك تاتيهم في منتدياتهم ومجالسهم وان دعوه الاقربين كما قلنا واستعرضنا هي موجودة هي ما يشبه هذه الآية عندما نقول القرآن وما يشبهه فما يشبه هذه الآية هو الأصل في كتب الأحاديث والمغازي والسير هو الأصل و وتكتشف التشتيت تكتشف هو هو قليل ولكن هذا التشتيت جعل كأنه الأصل وتعلم الناس هكذا ونتيجة لأنه قرئ على المنابر وعلم في المدارس و ذهب الناس عن المعنى الاول وسر الذهاب عن المعنى الاول هو مبايعه الامام علي للنبي عليه الصلاه والسلام على الدعوه الخاصه وليست الدعوه العامه الدعوه العامه كانوا مسلمين بعضهم بعض من جمعهم النبي عليه الصلاه والسلام كانوا مسلمين اللي الكلمات اللي هو شهاده لا اله الله محمد رسول الله وانما طبعا قليل كانوا مسلمين من بني هاشم وربما استمر استمرت القله الى حد ما أما الدعوة الخاصة وهو طلب التفرغ للقيام بهذا الأمر كهارون من موسى فلم يستعد لذلك ويبايع عليه إلا الإمام علي البقية لهم تجارات حتى من أسلم له عائلة وله كذا ما يستطيع أن يتفرغ أو هكذا ضعفة بينما الإمام علي يعني استعد لذلك ونفذه على أي حال هذا الجزء الأخير في ظني أنها سبب التشتيت لكن بنو هاشم اتت كما قلت دعوة بني هاشم هناك روايات كثيرة تدل على نعم هناك روايات كثيرة تدل على وجود مسألة بني هاشم هنا قرينة اسف قرينة وجود بني هاشم في التفاسير لأن البعض قد يقول هذا كلامك أخذته من أحاديث البخاري أس أحمد الطبراني كذا فهل هو في كتب التفسير نقول نعم حتى كتب التفسير لا تخلو ولا ندعو لهجرها وإنما ندعو لمعرفة ما يشبه القرآن الكريم منها أعطي, أعطي مثالا من كتب التفسير أيضا من الطبري من الدر المنثور من غيرها مثلا في تفسير الطبري من رواية قتاده ومعظم التفاسير تعتمد على المراسيل مثلا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم فقال يا بني هاشم ألا ألفي أنكم تأتون تحملون الدنيا والناس ويأتي الناس يحملون الآخرة إلى آخر, إلى آخر يعني اللفظ المقصود فيها لفظة بني هاشم تفسير الطبري أيضا من طريق سعيد بن جبير وأحيانا مروي يعني عن سعيد عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله على الصفا، كلمة قام على الصفا، الصفا كان منزل والد النبي. النبي دعا دعوتين لبني هاشم، مرة في بيت والده فوق الصفا، ومرة في بيت خديجة في منزل بني أسد، منزل بني أسد هو ما بين المروة والبيت، ما بين المروة والبيت شمالا ناحية الحجون، هذا بيت خديجة. بيت والد النبي عبد م أبو عبد الله بن عبد المطلب كان عند الصفا. فالبعض ومن هنا اتت اتى كلام جبل الصفا، جبل الصفا هو مكان بيت النبي، اما ابو قبيس لا ابو قبيس جبل عالي جدا شرق مكه. لماذا يصعد النبي فوق الجبل ويدعوه؟ فهنا يقول دعا قام على الصفا ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس اليه، انظر التشتيت، طبعا هذا التشتيت اتى من ابن نمير، طبعا ما احب ان ادخل في التشتيت قليلا نادى يا صباحها لا هو لكن في نفس الرواية يقول وقال يا بني هاشم بن عبد المطلب أيضا فيها طبعا زيادة تشتيت لقبائل قريش في نفس اللفظة وهذه يعني لها لها أسرار ما أريد أن أنقل الروايات أريد الآن أن أذكر ما يدل على من التفاسير على وجوه على أن الأصل دعوة بني هاشم ايضا في من طريق ابن عباس ايضا في الطبري عند ابن كثير من طريق ابي هريره في الدر المنثور من طريق انس جمع اهله يقول لما لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جمع النبي اهله فقال يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم يا بن عبد المطلب انقذوا يا بني هاشم يا فاطمه يا صفيه من طريق ايضا في الدر المنثور للسيوطي من طريق عكرمه نفس الشيء يعني فيه تخصيص البني هاشم وكذا وروايات كثيرة جدا طبعا في تفسير الصنعاني أيضا من طريق قتادة ذكرناها في الشريعة للآجري من طريق أبي أمامة وأنذر عش... لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي بني هاشم فأجلسهم إلى آخره المقصود هنا وألفاظ الحديث هذه بنو هاشم جمع بني هاشم يدخل فيهم بنو المطلب و هذه الدعوة العامة الدعوة الخاصة أيكم يبايعني على القيام بهذا الأمر كما قلنا هي سبب في نفي حتى زعم بعض ال بعض الرموز المعظمين عند عند كثير من المسلمين كانت حجته انه ان هذا الحديث مكذوب لان بني لان في الروايات انه جمع أربعين وفي روايه ثلاثين من بني هاشم قال هذا مكذوب لم يكن عدد بني هاشم وب أربعون كانوا أقل قليل ثم ذكر أفراد أنا استخرجت عدد بني هاشم فضلا عن بني المطلب استخرجتها من كتب الأنساب غير صحيح كلام هذا يعني مثلا هذه رد على من يزعم طبعا ما أحب أن أذكر ذلك الشخص ذلك الرمز أو ذلك الشيخ وهو معروف بانحرافه عن الإمام علي وأهل البيت و يبالغ في في نفي الفضائل وازعجته هذه الفضيله وهو مع فريق التشتيت فريق التشتيت في قريش وكذا لا يحب الاعتراف بخصوصيه لا لبني هاشم ولا للامام علي طبعا هذه الخصوصيه نحن ما نتبرع بها من عندنا هذا اذا صحت فضيله تدينا يجب ان نؤمن بها ليس بمزاجنا انه والله نخشى اذا قلنا هذه الفضيله في بني هاشم ان ينتقص قريش، هذا كلام هذا هذه آه هذا كلام قريش نفسها لو انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يبغون التشتيت نفس الشيء، الله يعلم حيث يجعل يجعل رسالته وهو اعرف الله يختص برحمته من يشاء وهو اعلم بمن يستحق هذه الرحمه. المقصود آه لعلي اقرا آه من هم أبرز الحاضرين في دعوة الأقربين أبو طالب معروف واحد طبعا واحد أبو طالب وأبنائه الأربعة طالب بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب هؤلاء خمسة أولاد الحارث بن عبد المطلب أيضا هم, هم كانوا حاضرين يعني أو هم من تمام الأربعين لأن الشخص الذي يقول دون ذكر اسمه أنه لم يبلغوا هذا العدد ولا قريب منه ولم يكونوا إلا حوالي عشرة أو كذا بضعة عشر غير صحيح أولاد الحارث بن عبد المطلب نوفل بن الحارث مع المطلب وهو أسن من عمه العباس ربيع بن الحارث أسلم مع العباس عبد الشمس بن الحارث أبو سفيان بن الحارث وعبد عبد الله بن الحارث والمغيرة بن الحارث وعبد المطلب بن الحارث هؤلاء 13 وربما بعض أبناء نوفل يعني الابن الثاني للحارث كالمغيرة بن نوفل والحارث بن نوفل والسعيد بن نوفل بعض أبناء نوفل أيضا كجعفر بن أبي سفيان الحارث كانوا كبارا ربيع بن الحارث وبعض أبنائه كالمطلب بن ربيعة والحارث بن ربيعة والعباس بن ربيعة وعبد الشمس بن ربيعة كلها هؤلاء أولاد الحارث بن عبد المطلب هذا اثنين 22 طيب أيضا آخرين أبو لهب وأبنائه هو من بني عبد المطلب هو من بني هاشم أبو لهب وعتبة وعتيبة ومعتب على 27 حفيده العباس بن عتبة بن أبي لهب كان كبيرا وله شعر يوم السقيفة مشهور أو لابنه الفضل شعر يوم السقيفة حمزة بن عبد المطلب ولعل معه ابنه يعلى وآخر عمرو بعد الفاصل نواصل هذا رقم 29 بعض بعض بعد الفاصل نواصل عدد بني عبد المطلب بسم الله الرحمن الرحيم نواصل إذا في عدد أولاد عبد عدد بني عبد المطلب لنثبت أنهم أربعون وأكثر وذلك الشيخ يقول أبدا لم يكونوا بهذا العدد وهذا كذب يستدل يعني يحاول تكذيب الرواية التي وردت من ستة عشر إسنادا لا يعرف أكثرها أو لا يبحث أكثرها ليشتت هذه الميزة للعشيرة الأقربين عامة اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب ثم للإمام علي خاصة في المبايعة الخاصة على المناصرة والتفرغ الكلي لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا إلى حمزة بن عبد المطلب وهو رقم 29 لعل معه ابنه يعلى والآخر عمر ثم العباس بن عبد المطلب معه ابنه الفضل الكبير صحيح ابن عباس كان صغيرا الفضل كان شابا الزبير بن عبد المطلب أبناؤه عبد الله والطاهر وحجل وقرة هؤلاء الآن 38 بقية أبناء عبد المطلب المقوم قيل مات قبل الإسلام وهذا خبر يبحث حجل ويسمى المغيرة وضرار الآن وصلنا 41 42 الغيداق أيضا ابن عبد المطلب عمرو ابن أبي صيفي ابن هاشم الآن ارتفعنا من بني عبد المطلب إلى بني هاشم وهو الدعوة لبني هاشم لكن جلهم بنو عبد المطلب عمرو ابن أبي صيفي ابن هاشم أه كذلك أه حنين بن اسد بن هاشم وهو اخو فاطمه بنت اسد اللي ام علي بن ابي طالب. بقيه ابناء عبد المطلب المقوم وحجل وضرار والغلاق طبعا ذكرناهم، يعني الان وصلوا 42 اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب اكثرهم بنو عبد المطلب. طبعا بقيه بني هاشم نضله بن هاشم واسد بن هاشم وابو صيفي بن هاشم وعمرو بن ابي صيفي، هؤلاء الذين ياتي منهم اولاد بنو هاشم وبنو عبد المطلب. فكيف لو أضفنا بني المطالب حلفائهم عبيد بن الحارث والطفيل بن الحارث وحصين بن الحارث ومصطح بن أثاثة و... فلماذا ينكر ذلك الشيخ أنه أبدا مكذوب ولم يكون أربعين من يعني كيف لم يأخذ أقرب كتاب للأنساب وينظر يعني يعني أحيانا يتبين العجلة في البحث في وتكذيب هذاك الشيء ذلك الشيخ يكذب يقول هذا كذب موضوع ولا يعرف في كتب الحديث ولا كذا أنا استخرجتها من كل كتب الحديث بل من, من أيام ابن إسحاق والمصادر هذه ربما من أيام ابن إسحاق المتوفى عام 151 أو 150 مرورا بالكتب الستة مرورا بمسند أحمد ومعجم معجم الطبراني والتفسير عبد, عبد الرزاق الصنعاني ابن أبي شيبة إسحاق بن راهويه البزار الطبراني أبو يعلى ومشينا الى الحاكم الى 405 هجريه الى ابي نعيم 430 الى بن حبان طبعا بن حبان قبل 356 الى الضياء في المختاره الى بن عساكر 571 الى بن كثير مقر بذلك الى يعني شيء عجيب حتى الالباني الذي ضعف في موقف اخر صحح في اخر امره الموضوع فعندما ينفي ذلك الشخص أو ذلك الشيخ أنه لا يعرف في كتب الحديث وهذا موضوع مكذوب وبنو عبد المطلب لم يكونوا أربعين ولا قريب منهم وإنما كانوا كذا وتحمس أثناء البحث وقال أن عبد المطلب لم ينجب إلا أربعة فلان وفلان وفلان ولم يذكر منهم والد النبي عبد الله بن عبد المطلب لم يذكره أحيانا العجلة والبحث يعني أقصد الردود وعبادة الخصومة والمبالغة في الرد على يعني على مذاهب اخرى تدفع لعدم الانصاف والمفترض المعلومه امانه الخلاصه هنا ان وانذر عشيرتك الاقربين نزلت ونفذها النبي لابد هذا امر الهي لابد ان ينفذه النبي كما امر الله العشير الاقربين الدعوه الخاصه الانذار الخاص واما الانذار العام فقد اتى قريشا في منتدياتهم يعني عامه من حيث انه جمع مجموعه وخاصة من حيث أنها خاصة ببني هاشم أو عشيرته الأقربين الدعوة العامة لقريش وللعرب وكذا معروف منهجه فيها ومعروف منهج دعاته فيها بالحكمة وما أشبه ذلك هذه جانب من السيرة هذا جانب من السيرة النبوية الذي اندرج فقط تحت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ولكن أتى فيه كما قلنا أتى فيه تشويت تشتيت وأتى فيه تدخل الحسد القرشي معروف و ونحن نعرف اليوم مجموعه من الشيوخ او الدعاء الفضلاء الذين هم من اكثر الناس صلاه وصياما كذا لكن موضوع الحسد والمعالجه القلبيه، المعالجه النفسيه هذه نقطه ضعف لا يدعي قليل جدا من ينجو منها فكيف اذا تضافر على ذلك وصول بني أمية إلى الحكم وسبهم للإمام علي على المنابر وأن بني هاشم ليس لهم أي فضيلة وأن يعني يدخل الجانب السياسي هنا وأن عدد بني عبد بني عبد المطلب وبني هاشم كانوا يتجاوزون الأربعين خاصة وأن الرواية ثلاثين وأربعين يعني ليس لم يكن تسجيل يعني لم لم يركز الراوي على أن أن يدون تسجيلا يعني, يعني ذكر العدد الإجمالي وعلى أية حال ذكرنا العدد وذكرنا قبل ان نصل للحلفاء وقبل ان نصل ايضا لل لبعض من يمكن من حضر كزيد بن حارثه وهو ليس هو مولى مولى القوم منهم موالي بني هاشم قد يدخلون ايضا في في مساله حضور الدعوه وما اشبه ذلك المقصود هنا اننا ان ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا قومه او عشيرته الخاصه واما الدعوه العامه كانت فيما بعد طبعا يقول الله عز وجل يعني اذا امكن ان نكمل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هناك مؤمنين ايام الدعوه مما يدل على انها اتت في العام الثالث تقريبا وهو ما يسمى الدعوه الخاصه والدعوه العامه او يقال الدعوه السريه والدعوه الجهريه الدعوه السريه والجهريه هذه فيها فيها خلل انما يقال الدعوه الخاصه والدعوه العامه والعهد المكي بشكل عام هناك غموض في العهد المكي روايات قليلة و وأشياء و... و... ومتناقضات يظهر لي والله أعلم أن مجاملة قريش وأحاديث في فضل قريش وأن قوة القريش كقوة رجلين وقريش وقريش كذا وأنهم أحلم الناس ونساء قريش أحلم يعني هذه النفخ في قريش زيادة على اللزوم كأنها التفاف على فضاء البني هاشم يظهر لماذا؟ لأن قريش هي التي عاندت النبي 13 عاما هي التي آذته هي التي عذبت أصحابه هي التي هجرته أصحابه الحبشة ثم هجرته إلى المدينة هي التي قاتلته فيما بعد في بدر وأحد والخندق هي التي غدرت بصلح الحديبية وقتلت حلفائه خزاعة في مكة هي التي تمنت هزيمته يوم حنين هي التي تآمرت عليه يوم تبوك على قتله هي التي هي التي ما تنتهي على أية حال إن شاء الله في الحلقات القادمة نواصل بقية سورة الشعراء ثم ننطلق للصور الأخرى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته